لك عيب بسكليت للصبيان. رح تتجوزي غصب عنك. انضبع عندي بالبيت. بلبنان ما في أي من بيحمي من العنف الأسري. كفى بتعلن 277 حالة عنف أسري بالشهر. المشكلة إن العنف الاقتصادي والنفسي والجسدي والجنسي والكلامي مشرعين من القانون اللبناني. في أنواع عنف بتودي للقتل مثل الخنق والحرق والضرب والأقواس. كل شهر مرة بتموت بنتيجة العنف الأسري بلبنان، بس في مجال للتغيير. كفى أقر قانون حماية المرأة من العنف الأسري.